مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص وقتي لمتابعتنا في يا هلا. وبالمناسبة اليوم الحقيقة أنا أشكر شكر عميق كل واحد، خلنا نشوف مقف إيه، كل واحد أو كل واحد وكل من يشاهدنا طبعا قاعد يشوف يا هلا لهذا المساء، عنده يعني لهم مني تقدير كبير، خصوصا اليوم نهائي المنتظر، المعركة الحامية بين النصر والهلال أو الهلال والنصر، كأس الملك سلمان، طبعا هذا أول كأس الملك سلمان، ومنافسة محتدمة ومباراة يعني الديربي، يعني ديربي ديربي يعني. فكل التمنيات للفرق بالتوفيق ومشاهدة ممتعة للمباراة. أعيد وأكرر شكرا لكل من يشاهدنا في هذا المساء، ملفاتنا ذكرناها في البداية، ولكن خلونا نبدأ في الملف الأول. قبل يومين يمكن في كلمة لخادم الحرمين الشريفين والتي بيّن فيها حزما وعزما كبيرين ضد الفساد مهما علت مرتبة المتسبب به. وقبل كلمته كان في يعني مانشيت عريض في الصحافة السعودية الشورى يناقش رفع نزاهة لشبهة فساد الوزراء إلى الملك. والحقيقة هنا يتساءل كثيرون، هل الأجهزة الرقابية تقوم بدورها كما يجب لتمثيل رؤية الملك كما يجب؟ هذا ما سنناقشه في أول مواضيعنا لهذا اليوم، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. الدولة هذه قامت على العقيدة، وأكبر محارب للفساد وتطبيق الشريعة الإسلامية. ما أقول الآن يوجد بعد دول أخرى ملوك الدول أو رؤساها لهم حصانة عن الدائرة، هنا يستطيع أي مواطن يرفع قضية على الملك أو ولي عهد أو أي فرد من أفراد الأسرة. في الكلمة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين والتي أكد فيها على مفاهيم مهمة، مساواة أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، حرية الرأي ومحاربة الفساد وحماية المال العام، لتشكل الكلمة ومضامينها دفعة قانونية من أعلى رجل في القيادة السعودية، فالكل على كفتي ميزان القانون. الجهات الرقابية في المملكة ومن أبرزها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد نزاهة وديوان المراقبة العامة، رغم جهودها لمحاربة الفساد ومراقبة أجهزة الدولة في التصرف في المال العام، إلا أنها أصبحت مطالبة في هذا العصر تحديداً أن تكون أكثر حزماً وأشد عزماً في أدائها، وخصوصاً هيئة مكافحة الفساد والتي منذ إنشائها قبل السنوات لا يزال ينتظر منها الكثير والكثير. وبالحديث عن نزاهة، نوقش داخل أروقة مجلس الشورى الثلاثاء الماضي تشريعاً جديداً صاغته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، بما يمكنها من ممارسة أعمالها بحق 15 فئة من الموظفين العاملين في الدولة. وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن، فإن أبرز الذين سيخضعون لأحكام التشريع الجديد هم أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، وأمراء المناطق ورئيس وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلطة القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى رؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز. هذا العصر عصر الحزم والحسم، بات مكافحة الفساد فيه أولوية هامة، فمكافحته مطلب وطني وقبلها هي مطلب شرعي. شكرا للتقرير للشاهين المطيري نصا وقراءه مصعب المرضي. صوت يا هلا، صوت الأمة. انبسطت يا مصعب؟ شكرا انك جيت اليوم، مع انك هلالي انت مصعب، كلهم يقولون كذا في البداية، ما لي في الكورة. الحديث عن هذا الموضوع يسرني أن يكون معي الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن السلطان. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا، شكرا لحضورك معنا. أهلا وسهلا. بالمناسبة أنت هلالي ونصراوي؟ والله أنا واحد من الفريقين بس هلالي أكيد. طيب، أول شيء كيف تقرأ هذا القول أو كلمة لخادم الحرمين الشريفين، وهل هي دفعة أكثر، هل هي تهيئة لتنظيم أكثر لمكافحة الفساد؟
نعم، أنا أعتقد الحديث خادم الحرمين الشريفين قبل يومين كان خلينا نقدر نقول دفعة جديدة لمكافحة الفساد. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنشئت في عام 1432، أي أنها لها أكثر من تقريبا 4 أو 5 سنوات الآن. للأسف في بعض خطواتها لم تكن يعني متوافقة مع احتياجات الشارع، كثير من نشاطها كان إعلاميا، كان توعويا، لم يكن على قدر تطلعاتنا نحن كمواطنين. لذلك كان حديث خادم الحرمين تأكيد على أن العهد الجديد سوف يستمر في مسيرة مكافحة الفساد، بل بالعكس يعني رسائل خادم الحرمين هذه المرة أكثر وضوحا، وبالذات على التأكيد ميزة يعني موجودة في المملكة العربية السعودية، وهي أنه لا أحد فوق القانون، وبالذات القصة التي رواها خادم الحرمين عن الملك المؤسس حينما اختصم مع أحد الأشخاص فذهب وإياه للقاضي وحكم بينهما كأي مواطنين سعوديين. لذلك حقيقة أنا أعتقد أن هذه الرسالة وبالذات خادم الحرمين عندما قدم قراءته كانت بحضور ممثلي هيئة الفساد وكذلك المهتمين بهذا المجال وكذلك القطاعات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بمكافحة الفساد والرقابة الداخلية والرقابة ما بعد إنجاز الأعمال. وهذه إحدى النقاط اللي أعتقد أنه تحدث عنها يمكن رئيس هيئة الفساد في الحديث عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة. نعم. وخصوصا في المنطقة الرمادية، يعني إحدى إشكاليات هيئة مكافحة الفساد أنها لا تملك بعض الصلاحيات الموجودة في بعض الجهات الأخرى زي ديوان المراقبة العامة، زي الجهات الأخرى الحكومية، وبالذات وبهذا السبب الذي أدى أنه كثير من القضايا التي وقفت عليها الهيئة هي مجرد عمل إداري روتيني، مجرد تثبيت الحالة، جمع الأدلة والأوراق ونحو ذلك، بعد ذلك إرسالها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا اللي جعلها نوعا ما أمام المتلقي أو أمام المواطن أنها لم تقوم بشيء. لذلك أنا أعتقد الآن الكرة أصبحت في ملعب الهيئة مرة أخرى، لذلك يجب حقيقة على قيادي الهيئة الاستفادة من هذه الدعمة، الرفع بالأنظمة الذي يحتاجون. أنا كثيرا يعني كثير ما يتحجج مسؤولي وقيادي هيئة الفساد أنه بعدم وجود بعض الأطر التشريعية التي تسمح لهم باتخاذ الإجراءات أو الإيقاف أو كف اليد أو نحو ذلك. لذلك الآن نقول لهم خادم الحرمين الرجل الأول في هذه البلاد أعطاكم الطريق الآن، لذلك الآن المهمة عليهم. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، ما رأيك في نقاش مجلس الشورى لتشريع جديد لصياغة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ طبعا يعني هذا الشيء راح يمكنها من يعني متابعة 15 فئة من الموظفين العاملين في الدولة، يعني توسيع الدائرة يعني أكبر. هذا للأسف أحد إخفاقات هيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هم تحدثوا في البدايات عن إيجاد نظام أو قانون من أين لك هذا، نظام الإفصاح والخاص بموظفي الدولة بالذات المراتب القيادية. للأسف هذا الحديث طال أمده إلى أن أصبحت المبادرة بيد مجلس الشورى. في الأخير نحن لا يهمنا من بادر بهذا القانون، المهم أن يتم إقراره وأن يتم تنفيذه بالشكل الصحيح، لأن إحدى أهم وسائل مكافحة الفساد في أي جهة حكومية أو حتى خاصة، نحن يعني الآن مثلا في بعض مجالس الإدارات وبالتالي أنظمة الحوكمة في الشركات تؤكد كثيرا على إفصاح سواء المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة عن ممتلكاته، عن علاقاته مع الشركة نوعا ما. بالتالي كل هذه الثقافة لو نقلت للقطاع الحكومي سوف نجد نقلة نوعية، الفاسدون سوف يتوقفون عن أعمالهم لأنهم لن يستطيعوا أن يفصحوا عما يملكون وبالذات عن أموالهم أو حتى لأقارب الدرجة الأولى. لكن احنا نبغى في هذا النظام أن يكون نظاما شاملا، لا يكون نظام على الورق، وأهم نقطة فيه أن يكون مربوطا بطرق إلكترونية تستطيع الأجهزة أن تعرف أن يفصح المسؤول سواء كان وزيرا أو وكيل وزارة أو مدير عموم عن ممتلكاته وتكون محفوظة. احنا لا نريد يعني لا ما نبغى ناخذها للإكستريم، يعني أنه نتطرف الموضوع ونقول يجب أن يكون إفصاح للجميع، لا، نبغى إفصاح ورقة مثبتة تثبت حقيقة ملكية الشخص لأمواله سواء السائلة أو الثابتة، وبعد ذلك يفصح بعد تركه للمسؤولية العامة. لذلك نستطيع أن نعرف إذا كان استفاد من هذه المسؤولية العامة أم لا. وبالتالي وجود نظام إلكتروني حقيقة سوف يساعد على تطبيق حقيقي لهذا النظام لكي نضمن أن يتم تطبيقه بشكل ما يكون فيه محاباة أو مجاملة. نعم، خليني يستقبل معي على الهاتف الأستاذ علي الجحلي والكاتب
في صحيفة الاقتصادية. أستاذ علي مساك الله بالخير. الله يسعد مساك أستاذ. يعني أين نحن من مكافحة الفساد؟ يعني عندنا أربع جهات يمكن، هل هي متداخلة صلاحياتها؟ هل في تواكل أو في تآكل؟ كلمة الملك سلمان هل هي تأسيس جديد لمكافحة الفساد؟ أولا مساء عليكم ومساء المشاهدين الكرام، وأعتقد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين هي مبادرة تعتبر من المفاهيم الجديدة والعصر الجديد الذي شاهدنا بداياته منذ أن تولى حفظه الله الحكم. النزاهة كانت تعمل، ولكنها لم تقدم لنا ذلك الشيء الذي نستطيع أن نشير إليه بالبناء ونقول أنه محقق الإنجاز الفلاني أو المذكور. يعني حنا شاهدنا من المجالس خصوصا مجلس الاقتصاد والتنمية إجراءات حسابية ورقابية وعقابية ما لم نشاهد من نزاهة منذ أن نشأت. فأنا أتصور أنه الجو الجديد والعصر الجديد والتوجه هذه البيئة التي احتضنت المحاسبة والشفافية والتعامل مع كل المسؤولين بناء على التزاماتهم وأخلاقياتهم وتعاملهم مع اهتمامات المواطن وحاجاته، أنا أتوقع أنه كلمة خادم الحرمين الشريفين تسير في هذا الاتجاه. هي في الواقع مثل ما نقول ممكن نعتبرها محاولة لإيقاظ هذه الجهات الرقابية التي لا تفتأ، تشكو من نقص الميزانيات ونقص الوظائف، ولكن لا نشاهد منها إنجازات على أرض الواقع. فإحنا اليوم في حال ووضع يدفع بنا إلى الاهتمام باحتياجات المواطن، لأن هذا هو الاهتمام الأول للقائد، وكما هو معلوم أن الناس تسير على دين ملوكها. فما دامت القيادة مهتمة بالمحاسبة والشفافية والنزاهة وضمان حقوق المواطن، كما قال خادم الحرمين الشريفين أنه أي مواطن يستطيع أنه يقاضي أي مسؤول في الدولة كائنا من كان، فهذا أنا أعتقد أنه مثل جرس الإنذار أنه الناس لازم تعمل ولازم تؤدي ولازم نشاهد إنجازات في صالح المواطن، تنمية الوطن، وضع الدولة في موقعها الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه بناء على المعطيات والمكونات العظيمة التي تتكون منها المملكة. نعم، أنا أشكرك أستاذ علي الجحلي على هذه المداخلة. ماذا نحتاج أستاذ عبد الرحمن لمكافحة الفساد؟ تعرف خلنا شفافين، يعني اليوم المواطن يعلم أن هناك فساد والمسؤول يعلم أن هناك فساد، ولكن للحين يعني ما لا يزعلون مني، مكافحة الفساد كانت مخيبة للأمان يعني جدا، ما كانت دون التوقعات جدا، ودائما احنا يا نهاجم المسؤول عن النزاهة سواء السابق أو الحالي. هل المشكلة في القيادات، ولا المشكلة في تنظيمها، ولا المشكلة في شعور الجهات الرقابية الأخرى بأن هناك أحد يعني طارئ على المشهد دخل في تخصصهم، بالتالي هم يملكون صلاحيات مسبقة يتحركون من خلاله، وهذا يلغي الدور للابن الجديد لمكافح الفساد؟ أعتقد أن هذه أحد أسبابها الرئيسية هو هيكلة التنظيم الحكومي في المملكة. يعني إحدى المشاكل التي كنا نعاني منها سابقا أنه جميع الجهات الحكومية، وأكد على كلمة جميع، تعمل كجزر منفصلة. الآن اللي حصل في الفترة الأخيرة مع تأسيس مجلس الاقتصاد والتنمية بدأ يعيد جمع وتأطير العمل الحكومي ضمن اتجاه واحد، وهذا بدأ يعطي نتائج حقيقة في كثير من المبادرات المشتركة، بل إن بعض السياسات والتوجهات الخاصة بعض الهيئات والوزارات تعدلت نظرا لأنها في بعضها للأسف كان معارضا لبعض الاتجاهات في وزارات أخرى. لذلك الحديث اللي كان يدور من خلال مكافحة الفساد وغيره أنه تداخل مسؤوليات مع جهات حكومية أخرى، عدم وجود دعم، وجود تأثيرات لذوي نفوذ أو غير ذلك، كل هذا الآن يجب أن يكون انتهى. هناك دفعة جديدة من خادم الحرمين الشريفين، الآن الكرة حقيقة في ملعب هيئة مكافحة الفساد مرة أخرى. إذا كان عندهم أو يجدون وجود تداخلات مع جهات حكومية أخرى، فهناك مجلس الاقتصاد والتنمية هو الجهة الآن التي تستطيع أن تفصل وتحدد وتعيد تنظيم هذه الحلقة. نحن ما نريد هيئة حكومية تكون مجرد إضافة في الروتين الحكومي. نجد أن بعض القضايا تبدأ اليوم ولا يبت فيها إلا بعد 3-4 سنوات.
حقيقة شيء مأساوي ومزعج، إنه والقضايا يعني لا يمكن حقيقة في قضايا الفساد أن المفسد يأتيه العقاب بعد 3 أو 4 سنوات بعد أن تضيع الأدلة، بعد أن يتغير الناس، بعد أن تتغير الظروف. نحن نريد عقابا سريعا يكفل للناس أن يشعروا أن المال العام تحت رقابة شديدة وواضحة. لذلك الآن اليوم حقيقة الكرة عند لدى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد ومعالي نوابه، الآن هم يستطيعون يعني بعد دفعة خادم الحرمين الشريفين أن يتخذوا القرار إنهم أرادوا أن يعملوا. أما أن يبقوا أسيري حملات التوعية بخطورة الفساد وأهمية الشفافية والنزاهة، للأسف أنا ودي أقول للإخوان في الهيئة مكافحة الفساد هذه الحملات التوعية لن تؤثر، لأن الفاسد لن يتأثر بمثل الحديث عن الوازع الديني أو غيره، لأن لديه هدف هو جمع المال بأي طريقة كانت، وأسهل مال للجمع من هو المال العام لوجود كثير من الثغرات النظامية. لذلك أؤكد حقيقة الآن ليس لديهم عذر، يجب أن يعملوا، لأن مجتمعنا ووطننا يستحق الكثير. وهذه الهيئة ما وضعت وأكد على عملها خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله سواء الهيئة أو المهتمين بمكافحة الفساد. لذلك أنا أعتقد اليوم يجب أن لا تخيب أمان هيئة مكافحة الفساد. نعم، أنا أستأذنك في فاصل ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد. كل التمنيات للنصر والهلال، والهلال النصر بالتوفيق في مباراه اليوم. احنا تحدثنا في الجزء الاول عن مكافحه الفساد وعن كلمه الملك سلمان اللي كانت يعني دفعه وطريقه يعني بشكل جديد لمكافحه الفساد، مع ضيفنا العزيز الاستاذ عبد الرحمن السلطان الكاتب الصحفي، وكان معنا ايضا في مداخله الاستاذ علي الجحلي. اهلا وسهلا بك. حياك الله. الحين الحديث عن هيئة مكافحة الفساد أو مكافحة الفساد صار ملح الجلسة، ملح الجلسة في كثير من الأماكن. صحيح. سواء في المجالس الثقافية اللي فيها نخب أو الوسطة أو مجلس الشورى حتى. كيف ممكن إنه هذا الموضوع ما يصير فقط سوالف ويصير بس ملح جلسة؟ كيف ممكن يكون عمل حقيقي أكثر؟ نعم، في الأخير إحنا يعني تجربتنا خلال السنوات الماضية أثبتت أنه في كثير من النقاط يعني هيئة الفساد لم تقم بما يجب أن تقوم فيه. حتى يعني للأسف خلينا بس ناخذ يعني أحد القصص المضحكة، أنه هيئة الفساد تطالب الجهات الحكومية بالإفصاح والشفافية ونحو ذلك، لكن عندما تنظر لآلية فرضا التوظيف في هيئة مكافحة الفساد، فرضا لو دخلت على موقع إلكتروني والذي يفترض أنه هو البوابة الأساسية لكل كل جهة حكومية، صحيح، لا تجد أي إشارة للتوظيف وطرق التوظيف ولا شفافية فيه ولا أي شفافية. لذلك حنا نستعجب نقول كيف تقوم هيئة الفساد بالدعوة للشفافية ولتوضيح إجراءات التوظيف في أي جهة حكومية أخرى، بينما هي يعني تحوم حولها الأسئلة عن آلية التوظيف واستقطاب الكفاءات، خصوصا أن مجال مكافحة الفساد مجال واسع نوعا ما، لا يوجد تخصص خلينا نقدر نقول أنه مختص في الفساد، بالتالي أن تستقبل مختص من فئات الجامعية متعددة. فهذه إحدى النقاط، إحدى النقاط اللي كان يعني يستغرب منها كثير سواء في النخب أو حتى المجالس العامة، آلية البلاغات اللي في هيئة مكافحة الفساد. هناك استقبال للبلاغات، وهناك مركز متقدم في المقر الرئيسي في الرياض وفي فروعها سواء في المنطقة الجنوبية والغربية ونحو ذلك، لكن ماذا بعد البلاغ؟ إحدى النقاط أنه بعض المرات يتسرب اسم الشخص المبلغ، وهذه وحدثت أكثر من مرة، وبالتالي يفقد المواطن الثقة في مثل هذه الجهة أنه قد يتضرر، لأنه يفترض في أي بلاغ لمكافحة الفساد يكون سريا. نعم. اثنين، كذلك بعض المرات لا يبلغ الشخص عما حدث في القضية التي أبلغ عنها وأفصح عن معلومات فيها. من أهم يعني قضايا يعني أنه كيف تسوق مكافحة الفساد أن تخبر الشخص ماذا حدث على القضية التي أبلغ عنها، لأن قد تحتاج منه معلومات إضافية، قد تحتاج يعني مساعدة أو نحو ذلك، هناك انقطاع في هذه العلاقة المهمة. لذلك لا أريد أن يعني ندخل دائما أنهم عندهم مشكلة في تداخل الصلاحيات مع الجهات الحكومية الأخرى، هذا صحيح أنا ما ننكره، لكن كذلك الهيئة تحتاج إلى
إعادة نظر حقيقة في هيكلها، التركيز على العمل الحقيقي، أن تترك المناوشات والدخول في سبق صحفي وبعض المنشطات الصحفية التي لا تسمى ولا تغني من جوع. في النهاية نحن نريد عمل، نحن نريد حقيقة التركيز على شيء حقيقي. في بدايات هيئة الفساد ركز على بعض العمليات الفساد الصغيرة، يعني مثل تشققات في بعض المباني او الدهانات او نحو ذلك، وكان هذا مثار يعني. لا خليني اذكرك بشغل عبد الرحمن، تذكر في يعني ماده صحفيه حقيقه لزميلتنا اسمها الغامدي، اعتقد في صحيفه الرياض طبعا، اللي هي انه ما يتعلق بالثرثره مع زملاء العمل يعتبر فساد. نعم يعني الناس مو الثرثره، حتى استخدام الدباسه، انه استخدام يعني خلوا ذا المواضيع الكبيره وراحوا للدباسه والثرثره جدا. يعني هذا في مواضيع اكبر من كذا، يعني ما حصل في سيول جده، ما حصل في اماكن اخرى، المشاريع الكبيره تحتاج الى رقابه حقيقيه. يعني مثلا بعض الجهات الرقابيه الحكوميه اللي نقول موجوده منذ زمن، عندما يكون هناك مشروع حكومي كبير، بعض هذه الجهات تفتتح لها مكتبا في هذا المشروع، او تنتدب لجنه للمتابعه اليوميه، متابعه الدوره المحاسبيه للوثائق ونحو ذلك. انا اتمنى من هيئه الفساد ان تقوم بذلك، ان تقوم هي بالمبادرات، لا ان تنتظر الجهات ان تطلب منها هذا الشيء. وبعض المرات يعني حتى من الاشياء المستغربه، انه بعض المرات هيئه الفساد تطلب راي الجهه التي هي تفتش عليها في القضيه الفساد، وهذا لا يمكن. كيف يكون الخصم هو الحكم في نفس الوقت؟ يجب أن تقوم هيئة الفساد بدورها، أن تكون لها سلطة قوية. ها هو خادم الحرمين الشريفين أعطاها دفعة قوية حقيقة، ولا أعتقد أنه خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية قد استقبل أكثر من مهتمين، استقبل المهتمين في المجال المصرفي، في المجال الصحي، في كل المجالات تقريبا، ثم استقبل المهتمين بمكافحة الفساد. وأعتقد أن أقوى كلمة ارتجالية ارتجالها خادم الحرمين كانت هي التي وجهت لمكافحي الفساد، لأنه أوضح لهم أن الدولة يعني مهتمة بهذا المجال منذ المؤسس وحتى الآن. لا أحد يرضى حقيقة عن أن يغتصب البعض المال العام، لأنه في النهاية هو مال عام لهذه البلاد الطيبة المباركة. لذلك نرجع حنا نقول ملخص الحديث الآن يعود لقيادات هيئة وطنية لمكافحة الفساد. يجب أن تقوم بشيء حقيقي، يجب أن تنطلق، يجب إذا كان عندها مثل ما ذكرنا، وهي دائما المعضلة التي يعيدونها كل مرة أن في تداخل وعدم وضوح في الصلاحيات، يجب أن يذهبوا إلى المجلس الاقتصاد والتنمية الآن، وهو يقوم بالفصل بين الجهات الحكومية ويتخذ قرارات سريعة جدا. يعني نعرف أنه حصلت قرارات بما يخص الإسكان وبعض الجهات الأخرى وتعديل توجهات، فقط بمجرد رفع هذه الجهة لرؤيتها ووجود الوزراء المختصين أو وحتى بعض الجهات الحكومية هي تتبع لوزارات، فبالنهاية الوزير المختص موجود ضمن مجلس الاقتصاد والتنمية، ويستطيع الجميع أن يبت في الموضوع خلال جلسة أو جلستين، ليست كما كان الأوضاع سابقا لما كان عندنا أكثر من 16 مجلس، كانت العملية تدور وتأخذ وقت طويل جدا بالسنوات. الآن لا، لدينا مجلس واحد يجمع الجميع، يعني ممكن اتخذ قرار في جلسة أو جلستين. نعم، شكرا لك أستاذ عبد الرحمن السلطان الكاتب الصحفي في صحيفة الوطن على حضورك معنا. ونذهب إلى فاصل، نعود بعد الفاصل إلى ملف آخر.